بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب المرحلة الأولى والثانية في الدرس الأول. راح نعتبره الـ Experiment Number 1 اللي هي عنوانها How can you use the Electronic Workbench 5.12. هذا نظام محاكاة موجود فري على مواقع الإنترنت، ممكن أن تنصبه طلاب. وطلبنا منكم تنصيبه قبل فترة. هاي الايقونه اللي تدلنا على الالكترونيك ورك بنج 5.12، ممكن تخليها على الديسكتوب حتى تكون واضحه او سريعه في استخدامه. دبل كليك طلاب، اذا سوينا في الدبل كليك على هاي الايقونه على الديسكتوب راح تظهر لنا الشاشه التاليه. هاي هي شاشه الالكترونيك ورك بنج، عدة سكشنات موجودة بها طلاب. نجي على الأول، هو الفايل، يعني تقدر تفتح الفايل بيلي نيو. إذا تاخذ تكتب له نيو راح يطلع لك صفحة جديدة، مثل ما هسه احنا طالع لنا صفحة جديدة. بي اوبن إذا كنت خازن داخل الالكترونيك ورك بنج المكتبة مالته أي فايلات، ممكن تخزن وتحول هذا السيف أز إلى أي فايل آخر. احنا راح الطلاب، وايضا برنت وبرنت سيت اب واكزيت تطلع، يعني راح نشرح خلينا نقول الاعازات انستركشنات او السكشنز المهم، الاعازات او السكشنات المهمه اللي تحتاجها في عمل تجارب الالكترونيات والاتصالات والهندسه الكهربائيه. طيب اديت، الإديت هنا راح تكون عبارة عن كات كوبي، يعني معلومات إضافية أخرى يا طلاب. كوبي إذا تقدر تاخذ الدائرة الموجودة هنا من ناحيتها كوبي أز بيت ماب، أوكي، وهكذا. هاي السيركت مواصفاتها روتيت. إذا تروح على سكيماتيك أوبشن راح تجي شو، إذا تيجي جريد تكون منقطة الشاشة راح تكون منقطة، اوكي، تي ترجعها مثل ما كانت. ايضا تشيل جريد، هاي الفونت مالتك، الوايرينج، البرينتينج، كل هالمعلومات موجودة هنا. طيب نجي احنا على الاجزاء المهمة. طبعا هذا راح يتفعل في حالة اختيارك اي كومبوننت من الدائرة، اي كومبوننت كهربائي راح يدور لك الكومبوننت يمين يسار فوق تحت وهكذا. هاي كل هالايقونات هورزونتال فيرتيكال، واضح، افقي وعمودي. هذا عمودي وهذا افقي وهذا يدور لك اياه 90 درجة. اوكي طلاب، نستمر طلاب، ناخذ السكشن الاول اللي هو راح يكون السورس. هذا هو السورس، فتحنا السورس. السورس ايش بيه عندنا؟ عندنا عبارة عن جراوند، واضح، اللي راح نحتاجه الأرضي. هذا دي سي فولت السورس، وهذا دي سي كارنت سورس، وهذا اي سي فولت السورس، واضح. تقدر طلاب شلون تقدر تاخذه، تسحبه، خلي السهم عليه، تضغط على الماوس ومن ثم السحب بالطريقة هذه. إذا هذا هو الدي سي، أو العفو الجراوند، نقول له انتر حتى يتحول لك أسود. هو هذا هسه تقدر تستخدمه. هذا شلون تقدر تستخدمه الطلاب؟ نفس الحالة، تحط إيده، تحط الماوس على المكان وتضغط وتقدر تسحب. أوكي، وكذلك هذا دي سي فولتس، الدي سي كرنت سورس مقداره 1 أمبير. طيب شلون نقدر نغير فولتية هذا الدي سي فولتس سورس؟ هو كاتب 12، نقدر نسوي دبل كليك، نضغط عليه دبل كليك، نغير الناية، نشيل قيمته، نريد نسويها 6 فولت. 6 فولت. واحد يقول إذا عندي استاد مثلا 6 ملي فولت، فشو يسوي؟ هذا عندنا 1 ملي فولت،
بس تقول لهم اللي بوضع اللي بوضع. واحد يقول استاذ انا عندي 6 كيلو فولت، 6 كيلو فولت واضح؟ فنرجع الى الفولت نقول له اوكي، اذا راح اصبح عندنا 6 فولت. كذلك نفس الحاله بالنسبه لهذا الكرنت سورس 1 امبير دبل كليك، هذا هو النافذة الدي سي كارنت سورس. تقدر أيضا تغيره تسوي مثلا 10 ملي أمبير، نفس الشيء 10 ملي أمبير، أوكي راح تولد لك 10 ملي أمبير، وهكذا طلاب. أوكي، هاي ال كومبوننت الشاعر راح نستخدمها، وكذلك هذا هو الأي سي فولت السورس. شوف الاي سي فولت السورس طلاب، عندنا الامبليتيود شيل مقداره 120 فولت، اوكي، والتردد مالته منطق اياه 60 هرتز، والفيز شيفت شيل منطقنا اياه التطور مالته صفر يعني ما يحتاجه. طيب اذا غير الامبليتيود وكذلك الفريكونسي، فايش يسوي؟ دبل كليك طلاب عليه، راح اعطيك الامبليتيود شقد عندك الفولتية، مثلا هذه تساوي 20 فولت ملي فولت، انت كيلو فولت كيفك انت مخير، هذا كيلو فولت هذا فولت هذا ملي فولت، اي شيء مخير انت بيه. والفريكونسي مثلا اذا تساوي 50 هرتز، خمسين هرتز ايضا وحدات أخرى بالكيلو، ميجا هرتز واضح، وعندنا أيضا بالهرتز. الفيز هو صفر، تقدر إذا كان عندك فيز تريد تخليه تخليه هنا بحالة الفيز. أوكي راح تحول لك 20 50 هرتز 0 ديجري. أوكي طلاب، إذا هاي هي الكومبوننت راح نستخدمها أكثر شيء عن من هذا النافذة اللي هي نافذة السورسز، نافذة أو سكشن السورسز، مقطع السورسز. طيب نذهب إلى النافذة الأخرى أو السكشن الآخر اللي هو راح يكون سكشن البيزكس. البيزكس هنا عندنا طلاب نقطة، هاي كونكشن ممكن نحتاجه في بعض الأحيان، الكونكشن هاي نقطة، نقطة ربط. طبعا هاي نقطة الربط انتبه عليها بها 4 منافذ، واحد هشوف هاي نقطة، هاي 2، هاي 3، هاي 4، يعني ممكن تتوصل 4 وصلات، 4 وصلات فقط، فوق تحت يمين ويسار. وكذلك المقاومة طلاب، هاي المقاومة، هاي المقاومة جيب قيمتها ايضا 1 كيلو اوم، وعندنا المتسعة أيضا قيمتها 1 مايكرو فاراد. طبعا تقدر تغير قيمة الطلاب حسب نفس الطريقة السابقة اللي أجريناها للكومبوننت الأخرى بالضغط دبل كليك، مثلا هنا على المتسعة دبل كليك تغيرها، تقول أنا أريدها بالفاراد 1 ملي فاراد، تظهر لك أو أريدها 10 ملي فاراد، 10 ضرب 0 تصير 10 ملي فاراد، 10 ملي فاراد. وكذلك بالنسبة للمقاومة اريد يصير 1 اوم وليس كيلو، اذا المقاومة احسب لك 1 اوم. وهكذا طلاب، يعني اكثر شيء نحتاجه هنا من هاي النافذة هاي الكومبوننت الثلاثة، ونحتاج ايضا الكويل الاندكتر اللي هو مقداره 1 ملي هنري، تقدر تغيره دبل كليك تيد هيرلي هنري، فا اوكي 1 هنري. طيب هاي نافذة إلكترونية للدايودز، وهاي نافذة إلكترونية للترانزستورز، ما راح نحتاجها احنا صراحة في دوائرنا، وإذا احتاجيناها راح نعرج عليها، يعني أي كومبوننت ناخذها من هاي السكشن أو هذا السكشن راح نعرج عليها. هاي بس حتى تكون للتوصيف، دايودات هاي ترانزستورات متعددة، سواء كان باي بي جي تي ترانزستور أو باي بولار اللي هو باي بولار ترانزستور،
bipolar junction transistor أو FET transistor. هاي عبارة عن ICات هي operation amplifier، ما راح نحتاجها حاليا بس بالإلكترونيك ممكن تحتاجها. أيضا هاي دوائر الديجيتال تو أنالوج كونفرتر، أنالوج تو ديجيتال كونفرتر، وكذلك التايمر، هذا التايمر 555. وهاي اي سيات للديجيتال فاندمنتال، للموضوع الديجيتال، الموضوع الرقمي، اللي قد تكون اور اند اند سو اون. وهذا هي انواع الجيتات اللي هي تستخدمها بالديجيتال، وهذا انواع الفليب فلوب تستخدمها بالديجيتال. هنا عندنا البوينترات الاندكتورز، راح نستخدم من هاي النافذة طلاب الفولت ميتر، راح يقيس لي الفولتية، والأميتر في بعض الأحيان أيضا نحتاج قياس التيار. أوكي، وكذلك نحتاج، يعني في بعض الأحيان نحتاج هذا الانديكيتر يبين بأنه هل إنه فولتية، لا في بعض الأحيان نحتاجه، في بعض الأحيان ما نحتاجه، بس أهم شيء نحتاج من هنا فولت ميتر وأميتر. اوكي طلاب، نغلق هاي النافذة، نروح على نافذة هاي ما تحتاجها، هي عبارة عن control components، ان شاء الله تاخذوها في المرحلة الثالثة. اوكي، هنايا راح نحتاج فقط من هاي هذا السكشن، هو شلون نقدر نكتب في التكست بوك، تي اكس بوكس عفوا تي اكس بوكس، نقول له دبل كليك تطلع لك نافذة، شو تريد تكتب اكتب، مثلا دي 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 راح تطلع لك نافذة. اوكي، تطلع لك دي دي دي، تلغيها، شلون تلغيها، رايت كليك ديليت، يس خلاص، اي واحد هنا تلغي رايت كليك ديليت، يس واضح، اي شيء تلغي توقف عليه رايت كليك وتقدر تلغي. النافذة الأخيرة اللي راح نستفاد من عندها طلاب هي المالتي ميتر، مالتي ميتر هذا طلاب دبل كليك راح يصير هاي النافذة مال مالتي ميتر، يقول لك هذا الطرف الموجب وهذا الطرف السالب، ممكن تخليه يشتغل هذا أميتر تربطه على التوالي، ممكن تشتغله كفولت ميتر تربطه على التوازي، ممكن تشتغله أوميتر، وطبعا للحالتين سواء كان دي سي وأي سي، هسه هو في حالة الدي سي، ما في حالة الأي سي نفس الحالة. وإذا تريد بالدي بي النتيجة راح تطلع لك الفولتية، الفولتج سورس بالدي بي، الفولت نتيجة الفولت راح تكون بالدي بي. اوكي طلاب، اذا تقدر تستخدم اوميتر لقياس المقاومات، فولت ميتر لقياس الفولتية، ممكن اميتر لقياس التيار، هذا هو الاميتر مالتي ميتر. طيب ايضا ممكن تحتاج الاوسيلوسكوب، هذا اوسيلوسكوب دبل كليك عليه راح تطلع لك النافذة مال الاوسيلوسكوب، شوف هذا راح يربط الى الجراوند، هذا هو يعطي الجراوند، الاتصال الاول كونكشن هو يا الجراوند، الثاني ما راح نستخدمه هواية اللي هو الايدج، بينما هنا عندنا كم منفذ، عندنا انبوت الاولى، هذا هو الانبوت الاولى وهاي الانبوت الثاني، اذا نقدر ندخل للاوسيلوسكوب طلاب تو انبوتس، هذا هو التقسيم العمودي. اوكي، اللي هو الفولتية، فولت 5 فولت، تقدر تغيره 5 فولت تسويها 1 فولت، 10 فولت، 1 فولت، كل تقسيم قسم انت، كل تقسيم يثبت لك 1 فولت، يعني من هنا لهنا يسوي لك 1 فولت. هذا بالنسبة للانبوت الاول، الانبوت الثاني لا، مثلا اذا تسويها، اما اذا تسويها ايضا 1 فولت او اذا تسويها 10 فولت، يعني مو معناه للانبوت الثاني طبعا راح تنطيها
اكوتوهم فوز، لان بتساءل راح يكون كل ديفيجن او كل ديفيجن، خلينا نقول كل تقسيم يثبت لك 10 فوت، بينما الانبوت الاولى كل تقسيم ايش قد راح يثبت لك 1 فوت، وهذا التايم راح يكون هو مشترك. المال التايم بيز راح يكون 0.5 سكند بير ديفيجن، راح اللي هو راح يكون على محور الاكس اكسس، الديفيجن هنا على محور الواي اكسس. وتقدر توسع هذا الاوسيسكوب طلاب، طبعا انت ايضا قبل ما نوسعه في دي سي او اي سي او البيز مالتك تخليه صفر، يعني مو معناه اذا كان عندك صفر مو معناه كانما ما بي اي، يعني كانما مثل الجراوند هذه صفره، يعني اذا عندك تو انبوت كذي شوف وحده من عندهم، يعني انت دخلت هنا انبوت الاولى دخلت الانبوت الثاني، تريد تشوف فقط الانبوت الاولى، هنا الانبوت الاولى، اذا شو تسوي الانبوت الثاني تحول هذا على الصفر، مو معناه وقفت الانبوت الاولى. طيب اذا بالعكس نفس الحاله، اذا هذا تيجي تحوله اي سي حوله اي سي، واذا تيجي توقف هذا وشغل هذا نفس الشيء، طيب صفر للانبوت الاولى راح اشوف فقط الانبوت الثاني، واذا اثنيناتهم ترفع شوف شو الشيء تريد انت بالاثنيناتهم دي سي دي سي اي سي اي سي. طيب اذا اريد نوسع الاوسيلوسكوب بس تقول له تضغط عليه فراح اشوف هاي النافذة، اذا channel A channel B مثل ما قلنا channel A خاص بالانبوت الاولى channel B هو خاص بالانبوت الثانية، وهذه هي معلومات التايم، هاي معلومات الفولتية اذا كانت عندك دي سي ولا كانت اي سي الانبوت دي سي ولا اي سي، وهذا ايضا channel B. طيب هنا عملية الطرح اذا تقيس البريود فشي يصير تبدي تقول هاي المسطرة الأولى انتبه عليها تي تو هاي تي تو، انتبه عليها هاي تي تو هاي تي وان، أو تي تستخدمه بالعكس، هذا تي وان مثلا هذا تي تو، وش يقول؟ يقول إذا تقيس الفترة الزمنية من تي تو إلى تي وان فيجي هاي راح يقيس لك مباشرة راح تطلع لك النتيجة. تي 2 ناقص تي 1 طلع لك الفترة الزمنية بين هذا البوينتر وهذا البوينتر أو هذا اللاين وهذا اللاين، تي 2 ناقص تي 1. طيب طلاب نتحول إلى عملية الكونكشن، الربط شلون نربط الكومبوننت فيما بينها، نحاول بأنه يعني نلغي بعض الكومبوننت حتى نقدر نسترسل البعض الآخر بشكل بسيط. طيب نحاول نلغي هذا الأوسيلوسكوب حاليا، خليها الفولتية الكرنت سورس ما نحتاجه حاليا، يس يعني فوت ميتر أميتر انت كيفك، ولا تدخل فوت ميتر أميتر ناخذ هالشي بسيط ومن ثم بالتجربة توضح كل شيء. اذا هذا لو فرضنا بانه دي سي فولت سورس، لو جينا نريد نقيس الفولتية مالته هاي تستخدم المالتي ميتر، فقلنا ايش راح نسوي؟ نخليه على الفوت ميتر. اوكي خلينا نتعلم البداية طريقة الربط، تبع عليه تجي بالبوينتر بالمؤشر هذا، ثم تقترب منها راح تظهر لك هاي البوينت النقطة السوداء، هذا ما معناه تقدر هسه تربط، تضغط بالماوس ومن ثم تروح على طبعا هذا الطرف مثلك الطرف السالب، تروح على الطرف السالب تظهر لك ماوس هنا اي العفو بوينت، فتبدا تعوف الماوس وتترك الضغط يظهر لك
هذا الاتصال، تتأكد بأنه فعلا صار الاتصال صار موجود، شوي ترفع عليه على الأمين فممكن الاتصال صار، ما معنى الكونكشن موجود. كذلك الجزء الموجب، الحمد لله النقطة السوداء، أضغط بالماوس وأروح على البوزيتيف تيرمينال. أوكي، ظهر عندنا بالشكل هذا. طيب شلون أقدر أشغل أقيس؟ لازم نشغله من هنا طلاب، نقول له 1. هسه نشوف ايش قد قرأنا المولتي ميتر، 6 فولت هي قيمة الباتري هذا الموجود، 6 فولت، واضح طلاب؟ طيب ممكن نرفع هذا، إذا ربطنا في الدائرة يعني في الدائرة بسيطة حسب 1 أوم، نريد نعرف ايش قد التيار مالتها. شلون نقيس الأميتر؟ هذا اريد اقلبه يعني بحيث الدائرة تصير يعني مو اكبر، يعني هسه اذا ربطته هنا ما في المشكلة اقدر اربطه، بس الدائرة تصير يعني شلون نقول متوسعة، راح تاخذ مجال او حيز كبير. ايش اسوي؟ تقدر بهالشكل هذا، اوكي. شلون نشغل هالدائرة؟ بس نقول نجي هنا نقول لوجيك 1، راح تظهر لي قيمة التيار تساوي تقريبا 6، هي بنفسها 6، اوكي، على اساس بانه احنا مو معيرين الاميتر، حاطين tolerance of the error، نسبة الخطأ بالجهاز. طيب شو نقدر نلغي هذا الاتصال؟ شو هاي أيضا نرجع تظهر من النقطة السوداء، ثم نقول له cancel، أيضا نقطة سوداء cancel. نقدر أيضا نقيس هذا التيار باستخدام الأوميتر، نقول له روح على التيار، نضغط هنا، نتيجة يطلع لي 6 أمبير. وهكذا طلاب بالنسبة للبقية، يمكن نحتاج هنا أيضا البود بلوتر، هذا البود بلوتر ممكن نستخدمه لرسم العلاقة بين الانبوت والاوتبوت في الفريكوانسي ريسبونس، خاصة لقسم الاتصالات اللي هو راح يحتوينا على الماجنتيود وعلى الفيز. ماجنتيود والفيز تقدر تاخذ، هذا ما معنى الاف، شنو معنى الفاينل فاليو، هذا الاي يعني يبدي لك من الانيشال فاليو، من القيمة الابتدائية الى القيمة النهائية، ابتدائية نهائية. تقدر تستخدمه لوغاريتمك، تقدر تستخدمه لينير، لوغاريتمك لينير، هذا مو معنى لوغاريتمك لينير للفيرتيكال، هذا الفيرتيكال، وهذا اللوغاريتمك ولينير للهوريزونتال، ما معنى هذا الهوريزونتال. اوكي، وممكن تتحرك بيه حتى توصل، تقدر تتحرك بالمؤشر، هاي عندك مؤشر يوصل لك للجزء اللي تريده انت. هنا راح يقيس لك الترددات طبعا، frequency response، الاكس اكسس مالته هو frequencies، واضح. تقدر تتحكم هنايا ايش قد الانيشال، يقول لك انا ما اريد ابدي الانيشال، ايضا يرجع، ايضا تقدر تراجعه. طيب الانيشال يقول لك انا ما اريد ابدي من ناقص 200 dB، اريد ابدي من ناقص 40 dB مثلا. الفاينل اريد اوصل ل 20،
10 20. اوكي ايضا هذا يبدي لي من 1 جيجا. هواي مثلا واحد يقول انا اريد اوصل لي بكيلو، 1 كيلو 1 كيلو تقدر تغير بيه طلاب كيف ما تريد. اوكي هذا هو البورد بلوتر اللي راح يستخدمه طلاب قسم الحاسبات في موضوع مادة الاتصالات. طيب لو أريد نفرض أن في المثال شلون نرسم في الدائرة معينة نقيس من عندها مثلا التيار أو نقيس من عندها مقاومة تبع عليها، نجي على مقاومات نضيف المقاومتين 3 على التوازي. هذا تقدر تغير كل حمراء تقدر تغيرها، يعني بيجي على هاي المقاومة شلون تقدر تغيرها، لازم تخليها حمراء ومن ثم تضاء وهكذا. نربطها وتقدر هسه انت بما انه انت استخدمت اخر شيء هو مقاومة تقدر رايت كليك ولا اد ريزيستنس. اد مثلا شو تستخدم تكست بوكس ريد بروب، هاي البروبات هذا ميتر فولت ميتر، شوف ايش قد عندك موجودة هنا تقدر تستخدمه. طيب نفرض بالشكل هذا، نربطهم كلها إلى أن يصير اتصال. ما صار عندنا نقطة، إلى عفوا نقدر نرد نعدل هذا طلاب، يا أما نعدل بالنقطة نضغط عليها نكتب عليها تعدلت النقطة. أوكي عندي مثلا بين نقطتين لازم أسوي نقطتين إذا قيس المقاومة بين هالنقطتين هاي أيوة دي. شوف معادلة مثلا تقدر ترفعها طبعا هاي المقاومة للأعلى والأسفل تسوي مجاسر، يعني تقدر هسه طلعت لك إيدك مثل إيد تقدر هسه تحرك النقطة واضح. أيضا نزلها حتى تكون لاين واحد، لنفرض هسه أنا عندي هاي الدائرة خلينا نحولها من الكيلو، خلينا نقول هاي عبارة عن 6 أوم، وهاي عبارة عن 4 أوم، وهذه عبارة عن 10 أوم، وهذه عبارة عن 3 أوم فرضا. إذا عندي في الدائرة طلاب، هاي الدائرة المطلوبة عندك إيجاد قيمة المقاومة المكافئة بين طرفي أي وبي. تجي تقول أنا أقدر أقول هذا، أجي أحط عنوان التكست بوكس دبل كليك، أقدر أقول هاي هو الأي، هذا الطرف هو أي. تقدر بالماوس تقدر تسحبها لأي مكان طلع بالماوس، تخليه بأي اتجاه، يعني تقدر تقربها أكثر بالماوس أو بالشيفتنج الموجود وين لما تكون هي حمراء، بالشيفتنج الموجود على الكيبورد مال اللابتوب أو الحاسبة. شوف تقدر تسحب فيه وتنزل، تاخذ يمنى تاخذ يسار وهكذا. هذا طرف اي، تقدر تجيب طرف ثاني او تقدر تستنسخ نفسه، هذا كوبي بيست تغيره الى دبل كليك تغيره الى بي.
أو تجيب واحد ثاني. أوكي، إذا هذا الطرف عندي A و B، واضح. هذا الطرف A و B، وهذا الطرف راح يكون A. إذن المطلوب طلاب إيجاد المقاومة المكافئة بين طرفي A و B لهذه الدائرة. فش أسوي؟ أجعل أوميتر على المالتيميتر، أحولها كأميتر، حولته أميتر، فأربط هذا الجزء مع هذا الطرف، إذا ربطناه. واحد يقول أستاذ يعني نقدر احنا نلون هذا الخط؟ نعم، أي خط اتصال تقدر تلونه، بس تقول على الخط، توقف على الخط، تسوي له دبل كليك، راح تظهر لك الألوان اللي تريدها. خلي مثلا اللون هذا لون أحمر. أوكي، إذا راح يصير لون أحمر، ما يأثر طلاب، بس عبارة عن ألوان ينتج. وهذا مثلا لون أزرق. أخضر مثلا، أخضر مثلا. أوكي، هسه تحولنا إلى المالتيميتر، إلى حولنا إلى أميتر حتى يقيس لنا المقاومة بين طرفي A و B. طيب، قبل ما نقول له ران، هنا راح نقول له ران، نضغط على هذا المفتاح اللي راح يبدي القياس مالتنا. شو راح نقول له؟ نحسبها نظريا، هاي وهاي توالي حتى نشوف النتيجة ايش قد راح تطلع لنا نظريا وعمليا. اذا هاي توالي، اذا 4 زائد 6 يطلع 10، على التوازي ويا 10 5، وهي على التوالية ويا 3 يصير 8. اذا المقاومة المكافئة المفروض تطلع 8. نشوف هنايا ايش قد راح تطلع لنا، اذا 8. واضح طلاب؟ هذا فد مثال بسيط على استخدام الأوميتر في قياس المقاومة. في بعض الأحيان طلاب تتطلب عملية هي قياس الفولتية، مثلا هاي الدائرة بين طرفي A و B، هاي هي نفس الدائرة، أقدر أخلي هذا الفولت الدي سي فولت السورس، هاي أقلب الاتجاه مالتها بالشكل هذا، بالشكل هذا، نعم، خليه للأعلى، أجيب الفولت السورس مباشرة انتبه عليه، شوف خليه بس أتأكد من عنده، أوكي صار اتصال، تأكيد للاتصال تسحبه إلى اليسار، شوف الاتصال موجود، أوكي. هسه أريد أقيس الفولتية. طيب احنا كفولتية بين A و B، هي دائرة مفتوحة، انتبه عليها حتى نقدر شنو الفولتية. نشوف انه هاي الدائرة مفتوحة بمعنى 3 أوم ما راح يمر بيها تيار، بمعنى 0 بمعنى الفولتية راح تكون على 10 أوم، الفولتية على 10 أوم، كأنما انت عندك 10 و10، كأنما انت عندك دائرة توالي 10، لأن 4 زائد 6 على التوالي 10، وهاي 10، كأنما الفولتية راح تنقسم بيناتهم بالتساوي، 3 فولت على المقاومتين و3 فولت على المقاومتين. اذا نتوقع هسه اذا اريد الفولتيه بين اي و بي تطلع لنا 3 فولت، حول هذا على الفولتيه، اوكي، ويروح على زر تشغيل، فالمفروض يطلع لنا 3 فولت، 3 فولت فولتيه بين اي و بي. واضح طلاب؟ طيب، إذا كان طلاب أي شيء راح يكون يواجهنا خلال التجربة راح نشرحها بالتفاصيل. يعني إذا احتاجين هسه كوم يعني في سكشن أو سورس أو ديفايس،
اذا احتاجينا اي ديفايس. احنا ما انطينا يعني في هاي المحاضرة شرح وافي، راح نشرحها خلال التجربة اكثر يعني استخداما واكثر تفصيلا، اكثر تفصيلا، حتى ننطي للتجربة او للديفايس حقه. طلاب، ختاما أتمنى لكم إن شاء الله حسن الاستماع والاستفادة والتعرف على أو الاستفادة من هذه المحاضرة في التعرف على كيفية استخدام السوفت وير الإلكترونيك ورك بنش 5.12. المطلوب من عندك طلاب يعني رجاء بأنه تنصبه وتحاول تستفاد من هذه المحاضرة لغرض تتمرن على الإلكترونيك ورك بنش. بالمحاضرات القادمة إن شاء الله راح تكون نعطي التجربة زائدا جزء نظري بها، مو النظري إنما طريقة ربط الدائرة أيضا، وطريقة استخراج البارامترز الخاصة بالإكسبيرمنت. أتمنى لكم الطلاب مرة ثانية حسن الاستماع والإصغاء والاستفادة. ألتقي بكم في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.